محطتنا التالية مع النشاط الجديد للغرفة الفتية الدولية، وتحديدا سنتحدث عن الحملة العالمية لتنظيف النفايات وتطبيق هالحملة بسوريا من خلال الغرفة الفتية GCI مع ضيفتنا رشا شمعون يلي هي المدير الوطني لمشروع Let's Do It بالغرفة الفتية الدولية. سعد صباحك. يسعد صباحك رشا. رشا، خلينا بالبداية نتعرف أكثر على مشروع Let's Do It. فعلا هو مشروع Let's Do It هو مشروع كتير مهم، مثل ما ذكرتي هو حملة عالمية لتنظيف النفايات. بدأ هذا المشروع بال 2008 بأستونيا، شاركوا فيه 50,000 متطوع بتنظيف أستونيا بيوم واحد، وتمت عملية تنظيف النفايات بخمس ساعات. بعد نجاح هي الحملة بأستونيا، تم نقل هي الحملة لأكثر من 113 بلد، وشارك فيها أكثر من 16 مليون متطوع بهي البلدان. السنة في حقيقة ب 2018 في حدث كتير مهم، هو حيصير ب 15 أيلول 2018، حيكون في حملة حيشارك فيها أكثر من 150 بلد، حملة تنظيف لكل هي البلدان حول العالم بنهار واحد اللي هو ب 15 أيلول 2018. جي سي اي بدت خلينا نقول كشريك مع Let's Do It هي الحملة اللي هي حملة مجتمعية بلشت بأستونيا، وبلشت معها بجي سي اي كينيا، وكمان اليوم جي سي اي سوريا هي حتكون المنسق لهي الحملة بسوريا. نحن اليوم بنلاقي انه طبعا الاحداث الاخيرة او الازمة بسوريا زادت الاحتياجات، وكثير مهم انه نحن نرفع الوعي عند الشباب تحديدا بخصوص موضوع النفايات. النفايات هي مو بس بتأثر على الصحة وعلى البيئة، كمان بتأثر على مصادر المياه. هذا الشيء كثير مهم، وهذا الشيء نحن عم نحاول نعمله ان شاء الله السنة الجاية. الحملة مثل ما ذكرتي هي حملة عالمية، لكن الغرفة الفتية كيف عم تشارك فيها وكيف عم تطبق بسوريا؟ فعلا هي مثل ما قلت حملة عالمية. بدأت أول مشاركة مع Let's Do It و جي سي آي بجي سي آي كينيا، واليوم كمان نحن بجي سي آي سوريا كمان وقعنا مذكرة تفاهم مع Let's Do It، وكمان حنشارك بالحملة بال 2018. بعد توقيع مذكرة التفاهم نحن كمان حضرنا خطة لتنفيذ هذا المشروع بسوريا، وكيف نحن حنحاول نشرك الشركاء المحليين والوزارات المعنية بهي الحملة لتحقق أكبر أثر. المشاركة مثل ما عم تقولي رح تكون بأيلول 2018 هي الحملة العالمية. خلينا نعرف شو المراحل يلي أنتم عم تشتغلوا عليها بهذا الوقت، وشو هي التفاصيل اللي عم تفوتوا فيها بشكل أكبر؟ نحن من بداية 2017 بلشنا نتواصل مع Let's Do It من سوريا، وقدرنا كمان نعبر عن اهتمامنا كجي سي اي بانه نحن نقود هاي الحملة هون. تواصلنا معهم ووقعنا مذكرة تفاهم مثل ما ذكرت، وبنفس الوقت كمان حضرنا خطة للتنفيذ او ورك بلان للسنة شو لازم نعمل، وكمان بال 2018. هلا كله حيكون تحضير للايفنت اللي قلت عليها اللي هي ب 15 ايلول 2018، وهذا التحضير هو فعلا حيكون تحضير كبير. يعني انا ذكرت الرقم باستونيا 50,000 شخص شاركوا باستونيا، نحن عم ندور على ارقام اكبر ان شاء الله بسوريا مشان نقدر كمان نحقق امباكت اكبر. فاليوم تحضير عفوا تحضير الخطه لل 2018 هو بلشنا في السنه، حطينا عنا كخريطه مين هن ممكن الشركاء، سواء فرضا كوزارات معنيه او حتى جمعيات محليه مين ممكن يساعدونا، كيف لازم نحن نشبك مع كل هدول الشركاء، وحتى المدارس وزاره التربيه كيف نحن ممكن مختلف فئات المجتمع تشارك، وتحديدا الشباب اللي جي سي اي دائما بتحطهم كاولويه. قديش مهم هالتشاركيه بالفعل لانجاح العمل، وايضا انتم بتلاقوا انه لحتى تنطلقوا بشكل صحيح ويكون في انتشار واسع لحملتكم لازم يكون في معكم جهات مشاركة طبعاً تدعمكم؟ طبعا مثل ما قلتي المشاركة كتير مهمة، والمشاركة هي على الصعيد خلينا نقول نحن إذا عم نحكي على وزارات أو مؤسسات ممكن تساعدنا بأنه فعلا نحن نقدر نخلق تغيير، وبنفس الوقت مشاركة من المجتمع نفسه، لأنه نحن بنعرف أنه هلأ اليوم صح النفايات هي ممكن حلها بطريقة معينة بأنه نحن نحط فرضا حاويات قمامة أو إذا عملنا حملة تنظيف، بس الأهم من هيك أنه بكرة ما يصير الشارع اللي نظفناه يرجع لنفس الحالة اللي كان فيها. تماما كتير. اول مكب اللي نحن ازلناه وحطيناه بالمكان السليم بالمكب الرسمي خلينا نقول للنفايات
رجع بعد فترة تراكم. فاليوم نحن بدنا نشمل مو بس موضوع التنظيف، التنظيف مع التوعية مشان نقدر نحقق أكبر أثر. التوعية شو هي الطريقة يلي يمكن رح تشتغلوا عليها؟ فعلا مثل ما قلتي النفايات هي مو بس الأوساخ يلي بنشوفها حوالينا، هي بتأذينا، تلوث بصري وتلوث بيئي سمعي يعني بكل الأشكال عن جد. فكيف هالتوعية رح تكون وكيف رح تشتغلوا عليها؟ خليني أقول هي التوعية حتكون متكاملة مع كل الأنشطة اللي حتصير. التوعية رح نحاول، هلا بصراحة الخطة هي حتشتغل على الشقين سوا، الشق اللي هو تنفيذ الحملة بحد ذاتها اللي هي حملة التنظيف، وبنفس الوقت كمان الشق التوعوي. هلا التوعية نحن بدنا نحاول انه نستهدف كل فئات المجتمع، الأطفال بشكل رئيسي لأنه الأطفال إجمالا هن بيكونوا سفراء لرسالة التوعية، وبنفس الوقت هن كمان ممكن كثير يساهموا أحيانا يوعوا أهلهم. كثير بنعرف انه أولاد أحيانا تعلموا شغلة بالمدرسة بصيروا بينقلوها لعائلتهم وللمحيط تبعهم، فهذا الشيء رح نحطه كمان بالحملة تبعنا. وبنفس الوقت كمان نحن الأشخاص البالغين كمان بحاجة لأنه نحن ننشر الوعي. الوسائل أو القنوات تبع التواصل لسه ما توضحت، بس إن شاء الله هي بتتكامل مع أنشطة النظافة مشان فعلا نقدر نحقق أثر ويكون له استدامة. الأطفال عنصر أساسي بهالحملة، ممكن نشوف مشاركة لألون معكم؟ إن شاء الله إن شاء الله. من المحافظة يلي رح تشاركوا ورح تكونوا متواجدين فيها؟ تمام. وكيف رح يعني كيف رح تقسموهم؟ كيف كل وقت رح تكونوا متواجدين فيه وشو الايام ممكن تكونوا متواجدين فيها بكل محافظه؟ تمام. وهل كل محافظه لها خصوصيتها بهالحمله؟ طبعا طبعا. هلا مثل ما ذكرتي كل محافظه لها خصوصيتها، وحتى كمان المناطق اللي هي بالمدينه لها خصوصيتها عن المناطق اللي هي بالريف، وحتى الاحتياجات شوي بتختلف. فهذا كله نحن كجي سي اي حناخده بعين الاعتبار، وكمان تنسيق مع الشركاء المحليين بشكل فعال هو حيساعدنا نقدر الاحتياجات وكيف لازم ننفذ بكل محافظه. هلا بشكل اساسي جي سي اي بسوريا عندها 6 غرف، نحن بدمشق متواجدين، بحلب، بلاذقية وطرطوس وحما والسويدة. رح نبدا خلينا نقول نحن عندنا حوالي اكثر من 500 متطوع او 500 خلينا نقول عضو فعال بالجي سي اي بهدول الغرف. رح يكونوا هنا خلينا نقول البذره الاساسيه لنقل هي الحمله ونشرها، وحيكون في عندنا بكل محافظه من هدول المحافظات اللي ذكرتهم شخص من الجي سي اي هو عم يعمل عمليه التنسيق على صعيد المحافظه نفسها. وطبعا هذا الشيء بيساعدنا لانه نحن كمان ما فينا يكون بس الفريق بمكان والانشطه بمكان ثاني، فكثير حنعتمد على الاعضاء الفعالين بالجي سي اي بهالمحافظات، وان شاء الله كمان بنقدر ننتقل لمحافظات نحن ما في عندنا غرف فيها. اليوم قديش مهمه انه الغرفه الفتيه بسوريا عم تشارك بهيك حمله عالميه. تمام. صوره سوريا عالميا كيف بتصير من خلال الشباب السوري؟ تمام. هلا بصراحه تحديدا هي الحمله هي كثير بتتلائم مع كل شيء جي سي اي بتفكر فيه والاهداف تبع جي سي اي. بنفس الوقت كثير مهم انه سوريا اليوم بالظرف اللي نحن فيه انه نكون جزء من هيك حركه عالميه، الهدف منها هو الحفاظ على البيئه وجعل خلينا نقول العالم اللي نحن عايشين فيه اكثر نظافه وصحه لنا وللاجيال القادمه. نحن بنلاقي كجي سي اي انه هي طبعا مثل ما قلت انه هي بتتماشى مع اهدافنا، وبنفس الوقت كمان هي كثير مهمه بالوقت الحالي لانه حتساعد انه تحفز الشباب وحتى ممكن الاطفال وفئات ثانيه من المجتمع انه يعملوا تغيير ايجابي بالمكان والمحيط اللي هنا فيه. دائما غرفتكم وجي سي اي بسوريا بيشاركوا ضمن حملات عالميه. تمام. لحتى يعكسوا اكيد صوره سوريا وحضارتها للخارج، لكن كيف بيتم التنسيق لحملاتكم الداخليه وعلى اي اساس بتقوموا فيها؟ هلا مثل ما ذكرت نحن في عنا 6 غرف، فأي حملة داخلية هي بتصير بالتنسيق مع خلينا نقول الأشخاص اللي هن بهي الغرف، بشكل إنه كل غرفة فعلا تقدر احتياجات المحافظة والمكان اللي هن فيه، ومثل ما قلت هي فعلا بتتفاوت أحيانا الاحتياجات بين محافظة وأخرى. كمان جي سي آي بتشارك بإيفنتس عالمية، ونحن كمان تحديدا السنة مشان مشروع Let's Do It حنشارك بإيفنت اللي هي اسمها Leadership Academy. ليدرشيب اكاديمي حيكون فيها اشخاص من ال 113 بلد يلي تنفذت فيهم هي الحمله. رح تكون هي عباره عن ايفنت ليومين، حيشاركوا خبراتهم البلدان اللي نفذت، وبنفس الوقت يشاركوا خططهم ل 2018، فحتكون فعلا يعني خلينا نقول مساحه كثير مهمه لتبادل الخبرات، وان شاء الله نحن بجي سي اي سوريا بنتعلم من خبراتهم بالبلدان الثانيه ونحاول انه تكون الحمله هون كثير ناجحه. شو الاضافه اللي ممكن انتم تقدموها يعني من خلال تجربتكم بسوريا، كيف رح تنقلوا هي التجربة عالميا؟ تمام. هلا بقدر اقول بداية نحن يعني
سوريا كبلد وتحديدا بهذا الظرف نحن ممكن نحقق شيء يمكن يكون مفاجئ ل خلينا نقول او اكثر من التوقعات بالخارج، وهذا الشيء طبعا نحن عم نسعى له، وتحديدا يعني بالظروف الصعبه اللي نحن فيها اذا قدرنا نحن فعلا يكون في عنا امباكت ومشاركه كثير كبيره، وبنفس الوقت غيرنا شيء على الارض، يعني صار في عنا اثر ايجابي، صار في اماكن فعلا صار فيك تلاحظي الفرق، فبظن انه هذا الشيء كثير مهم لنا كسوريين ولنا كمان كافراد بي جي سي اي. كمان ضمن غرفتكم بتقوموا بندوات تدريبية وأيضا عم بيكون مشاركة فعالة لإلكم وبصمة على أرض الواقع، خبرينا طبعا. شوي عن هالندوات. هلا جي سي اي دائما بتعمل تدريب، وهذا الشيء كثير خلينا نقول يعني في عالم انا بعرفهم بيعرفوا جي سي اي لانه بتعمل تدريب للشباب تماما. فنحن كثير بهمنا البيرسونال سكيلز او الانديفيدوال سكيلز، وبنفس الوقت هذا الشيء نحن بنشتغل عليه بكثير فئات عمريه. في عنا ناس هلا هن اعضاء جداد بالجي سي اي شاركوا لما فرضا كان عمرهم يمكن 10 سنين او 12 سنه ببليك سبيكينج عملتها جي سي اي بمدارسهم، فهذا الشيء فعلا نحن كثير فخورين فيه انه في له اثر. نحن بنشتغل على مهارات خلينا نقول مثل public speaking مثل presentation skills، وهي النشاطات هي دائمه يعني، وهلا كثير خلينا نقول كمان فعاله. شو في شيء جديد عم تحضره جي سي اي غير ليتس دو ات؟ عشو عم تشتغل حاليا مشاريع؟ هلا في عنا كثير مشاريع هلا بالوقت الحالي عم نشتغل عليها بكل خلينا نقول بكل غرفه في اولويات، بس كمان المشاريع اللي هي على الصعيد الوطني اللي هي على صعيد كل الغرف اللي عم تصير في عنا ليتس دو ات، وعنا كمان بيسز بوسيبل. حمله السلام ممكن او بيسز بوسيبل هي عملناها السنه الماضيه بال 2016، وكمان ان شاء الله السنه هي صار لها انشطه بعده محافظات وان شاء الله كمان مكمله. السنه الماضيه من اهم الانشطه اللي انعملت بالبيسز بوسيبل مسير السلام يلي صار بدمشق، بنفس الوقت جدارية السلام يلي كانت بحما. هي تحديدا مسير السلام اخذ جائزة لافضل مشروع للسلام بال 2016 بضمن الغرفة الفتية. أنشطة هي عم نحاول انه كمان تستمر بطريقة حتى اكبر واوسع بال 2017، وهي من اولوياتنا على الصعيد الوطني. دائما بتسعوا لحتى تفتحوا غرف جديدة، من وقت اللي انطلقتوا كان هدفكم التوسع بكل محافظة، في غرف جديدة عم تحضروا لها؟ هلا من احدث الغرف عندنا هي غرفة السويدة، وان شاء الله كمان الفريق بيكبر اكثر هنيك، خلينا نقول بصير عندنا اعضاء اكثر لجي سي اي بالسويدة، وان شاء الله كمان ممكن بالفترة القادمة يكون في محافظات ثانية تنضم لجي سي اي. خلينا نحكي عن آلية انضمام الأشخاص لإلكم ولحتى يصيروا يمكن اعضاء فعالين بجي سي اي. هلا في عنا ابلكيشن هي لازم تتعبى، هي الابلكيشن كمان بفتره كانت موجوده اونلاين، بس يعبي الشخص او المهتم انه يصير عضو بجي سي اي هي الابلكيشن، كمان بيصير بعدها في مقابله، بعد المقابله كمان هو بيصير بينضم لجي سي اي. في عنا فتره هو بيكون العضو خلينا نقول بنسميها مثل entry or probation period، وبعدين كمان هو بصير عضو فعال. واهم شيء جي سي اي بعتقد الشيء اللي كثير بتهتم فيه هو مو بس نحن عندنا اعضاء مقدمين ابلكيشن موجودين، لا احنا فعلا اعضاء فعالين، فهنا بينزلوا بيحضروا اجتماعات جي سي اي وكمان بيشاركوا بانشطه جي سي اي، فهي شغله كثير لسه اهم من انه هن بس موجودين على الورق. يعني يوم الشباب السوري ان كان صبايا او شباب عم يحاولوا يتركوا بصمه فعاله بمجتمعهم ويكون لهم تاثير فعال، خصوصي بالحرب يلي مرينا فيها، اليوم جي سي اي قديش هي حامله مسؤوليه كثير كبيره بانضمامها لفعاليات وحملات عالميه واظهار الصوره الحقيقيه لسوريا بالخارج، وايضا تكون بصمتها فعاله ضمن المجتمع المحلي. تمام. هلا جي سي اي فعلا يعني حتى نحن قبل 2011 كمان كان عندنا أنشطة محلية وعالمية، هذا الشيء كنا دائما نحن منركز عليه لأنه كتير مهم أنه نحن نكون كأشخاص وحتى كجي سي آي ممبرز سفراء لبلدنا بالخارج. اليوم خلينا نقول مثل ما قلتي بظروف اللي نحن عم نمر فيها، مو بس الجي سي آي اللي عم تحاول تظهر صورة خلينا نقول مليئة بالحياة عن سوريا للخارج، كمان الجي سي اي عم يعني في منظمات ثانية او جمعيات ثانية، والجي سي اي كمان عم تحاول تتابع الشيء اللي كانت عم تعمل. كثير هذا الشيء نحن بنلاقيه انه مهم، وبنفس الوقت في كثير شباب وصبايا نحن بنعرفهم كانوا عم بيقولوا انه ما عدنا عرفانين انه لسه في جمعيات او منظمات عندها انشطة، يعني في عالم صارت تحس انه ما عاد في شيء جديد. نحن الشيء اللي عم نحاول نعمله انه لا فعلا نحسسهم انه للشباب والصبايا فعلا الفئة العمرية اللي احنا كثير مهتمين فيها اللي هي من 18 لل 40 انه لا لسه فينا نعمل شيء، لسه فينا نغير، وكمان لسه فينا نمثل سوريا بطريقة
حلوة. يعني شباب سوري مليء بالطاقة، عم يحاول يشتغل شيء لحتى يمكن يعلي اسم سوريا ويظهر كل شيء موجود بهالبلد بطريقة صحيحة. يعني احنا كثير نشكر وجودك معنا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير. اكيد جهود كبيرة عم تبذلوها، بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله دائما بنجاح دائم لحملاتكم. شكرا كثير. شكرا لك.